مساء الخير على كل مشاهدي اون في كل مكان. اليوم الثاني النهارده فعاليات مهرجان الجونه السينمائي في دورته الخامسه. عندنا فعاليات كتير النهارده على مدار اليوم، خلونا نتعرف عليها مع بعض. كل سنة مهرجان الجونة بيهتم ان يكون في معارض لأهم صناع السينما. نروح دلوقتي نشوف معرض لواحد من أهم صناع السينما، المخرج كريستوف كيشلوفسكي، ونرجع نكمل معاكم رسالتنا. احنا دائما نحاول قدر الامكان انه نستغل المهرجان مو فقط لكي نعرض منجزات جديده لهذا العام، مثل ما معود مهرجان الجونة السينمائي جمهوره انه دائما افلامنا تنتمي الى نفس السنه اللي منتجه بيها، وحتى في كثير من الاحيان افلامنا تنتمي الى اخر شهرين او اخر شهر من الافلام المنتجه. في الوقت نفسه احنا مهرجان عنده دور تثقيفي، نحاول نرجع لتاريخ السينما، وهذه السنه صادفت الذكرى 25 لوفاه كريستوف كيشلوفسكي الفنان البولندي الشهير، اللي هو واحد من اهم المخرجين السينمائيين العالميين، واثر على جيل كامل، واثر على واخذ يعني اعتراف دولي بادواره. يعني يكفي فقط انه خلال سنتين وشوي حصل على افضل جائزه في اربع جوائز في كان وفي فينيس وبرلين وفي كان. هذا ما حدث مع اي مخرج سينمائي سابق ولا لاحق. فاحنا بالنسبه لنا دائما نحاول ان نقدم تصورات في هذا الاتجاه، وطبعا كان هناك جهد. اقترح الموضوع امير رمسيس المدير الفني للمهرجان. طبعا واحده من اهم الاشياء انه اقتناع الفنان الكبير انسي ابو سيف انه هو يقوم بتصميم هذا المعرض. نعرف ان العام الماضي هو كان ماخذ كاري اتش ام اوز، يعني جائزه انجاز ابداعي. هالسنه هو يعمل المعرض لجائزه انجاز ابداعي للمخرج البولندي، فهو تلاقي لقامتين كبيرتين. يوم على يوم نقول انه مهرجان الجونة هو مو فقط عرض الافلام، هو مو فقط ايضا منصه الجونة السينمائيه ودعم للمشاريع، هو مو فقط حفل موسيقي، مو فقط سجاده حمراء و فساتين، هو أيضا شيء ثقافي جدا لأكثر مشروع هذا العام. أنا شفته معرض عاطفي جدا، في الإيموشنز هي أكتر حاجة مستخدمة. أنا عندي موقف شخصي، أنا بحب الفراشات، وبحس ان هم كائن غريب جدا، اتولد من غير جناحات وقدرت تلف نفسها وتطلع نفسها بجناحات، وكأن هي قدرت تعمل مستحيل. وانا ماشيه بالصدفه جزء من المعرض كان بيعرض السولو بتاع الفيلم، وازاي البنوته بيطلع لها جناحات وبعد كده بترقص بالي. مش عارفه اوصف المشاعر اللي انا حاسه بيها، على قد ما انا قادره اقول ان في حاجه كده بتخليكي تمشي في المعرض ومش عايزه توقفي. بلو برضو من اكتر الحاجات اللي انا حبيتها جدا. حسيت اني دايما هي يعني حسيت ان المخرج دايما كان بيبقى حزين، ولكن في نفس الوقت مشاعره فخور بيها. اتمنى ان يبقى في ناس كتيره بتسمح ان مشاعرها تطلع كده.